طيب كده السلايدز واضحة؟ فرصة الاستادي سوري السلايد واضحة؟ تمام ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة دعاء محمود خليل، مدرس Public Health and Community Medicine Faculty of Medicine بني سويف University. ده الجزء الثالث على الـ How to Select Your Study Design، وتحديدا احنا بنتكلم على أنواع الستادز. تمام. أول محاضرة وتاني محاضرة، الأول محاضرة خدنا فيها شوية مصطلحات كده سريعة، يعني إيه literature، يعني إيه exposure، يعني إيه outcome، العلاقة تمشي إزاي، يعني إيه prospective، يعني إيه retrospective، شوية مصطلحات تخص الـ أي باحث المفروض لما أي حد يجي يسأله يقول له إيه الـ outcome بتاعك، يبقى عارف إيه الـ exposure بتاعك، يبقى عارف أنت هتعمل إيه، أنت هتمشي prospective ولا retrospective، أنت هتمشي في records ولا جايب ولا لسه هتعمل الحالات بتاعتك، وكل الكلام اللي إحنا قلناه قبل كده. تمام. فأول سؤال كنا سألناه لنفسنا، هنراجع كام سلايد كده من اللي فاتوا عشان بس يبقى في دماغنا ترتيب ازاي اختار الاستادي ديزاين بتاعتي وابقى فاهم انا ماشي ازاي. فكان اول سؤال احنا كنا بنسأل نفسنا 3 اسئله. اول سؤال ايه الاكسبوجر بتاعي وايه الاوت كوم بتاعي. تمام. ممكن يبقى اكتر من اكسبوجر وممكن يبقى اكتر من اوت. تمام. ده كان اول سؤال. تاني سؤال سألناه لنفسنا هو مين اللي هيأساين الإكسبوجر، أنا ولا حد تاني وأنا مجرد ما أنا أوبزيرفر وبس. ده كان تاني سؤال. تالت سؤال هتبدأ بإكسبوجر ولا هتبدأ بأوت. تمام. ولا هتبدأ بالاتنين مع بعض، هتقيس الاتنين at the same point of time. كل الأسئلة دي كانت بتخلينا نوجه دماغنا تبقى متوجهة ناحية اللي أنا هختاره، او اللي انا يعني التحديد ده هو اللي كان هيخلينا ايه نحدد احنا هنمشي في انهي سكه. يبقى الثلاث اسئله المهمين جدا اللي انا لازم اسالهم لنفسي عشان اختار ستادي ديزاين مظبوط هم او هم دول، واول واهم واحد فيهم الاكسبوجر والاوتكم. مين انا عندي ايه اكسبوجر وايه اوتكم، ايه اكسبوجر وايه اوتكم هو اللي هيخليني، هو انا سهل عليا ابدا باكسبوجر وفولو اب الاوتكم. تمام. ولا انا ما عنديش وقت وما عنديش امكانيات، الكلام ده كله قلناه المرات اللي يعني المرات اللي فاتت، ما عنديش وقت وما عنديش فاسيلتيز وما عنديش ريسورسز وما عنديش وما عنديش، فابدا باوتكم وابتدي ارجع ادور على اكسبوجر، وانا في نفس الوقت عارف ان انا لو بدات بالاوتكم ورجعت ادور على اكسبوجر الايفيدنس مش زي لو بدات باكسبوجر وبدور على اوتكم. تمام. وابقى عارف هو مين هيطلع لي effect causal relationship او يطلع لي causal relationship، ومين هيطلع لي مجرد association. كل ده المفروض نبقى عارفينه. تمام. السؤال الثاني مين هيقصان الاكسبوجر، يجي لي طالب او باحث يقول لي او يقول يعني انا هاخد العيانين من القسم عندي بس العملية دي اللي بيعملها الاكسبرت اكس او اكسبرت واي. المفروض هو عارف، المفروض يبقى عارف ان طالما مش هو الريسيرشر هو اللي هيأساين الاكسبوجر وهو مجرد اوبزرفر، المفروض هو يبقى عارف هو ماشي في انهي طريق من طرق الاستادز. تمام. طيب هبدا باكسبوجر وهبدا باوت كم، ده انا بحدده اكوردنج لامكانياتي والوقتي وهكذا والافيلابيليتي بتاع الحالات نفسها، الراريتي بتاع الديزيز، هل الديزيز رير، هل عندي اي كونسيدريشنز تانية احطها في اعتباري ولا لا. تمام. الكلام ده قلناه بالتفصيل المرات اللي فاتت، والثلاث اسئله دول لازم يكونوا معلقين في ذهننا واحنا بنعمل اي استادي. تمام. طيب زي ايه مثلا اكسبوجر واوت كوم؟ زي مثلا انا بدور على كورونري هارت ديزيز. تمام. بدور البرايمري اكسبوجر بتاعي هو انا بشوف الافكت بتاع الهاي بلاد كوليسترول على الاكوزيشن اوف كورونري هارت ديزيز. تمام. طيب هل انا هاخد العيان، احنا المشكله عندنا مشكله كبيره قوي انه انا فيزيشن في الاول وفي الاخر، انا مش ريسيرشر ايزوليتد،
يعني انا مش بدور على كورونري هارت وبلود كوليسترول وانا ايزوليتد من بقيه العيان. I'm dealing with a patient, not dealing with an exposure and outcome. تمام؟ يبقى النقطه دي مهمه جدا. يبقى عندي primary exposure اللي بدور عليه اللي هو البلود كوليسترول ليفل. تمام؟ عندي other exposures. هل انا اقدر افصل من الاستادي الجندر بتاع العيان؟ لا ما اقدرش. I'm dealing with a patient. تمام؟ طيب هل اقدر اهمل العيان ده كبير ولا صغير؟ لا طبعا ما اقدرش. ففي other exposures هي هتاثر على الاوتكم، لكن في بعض الاحتياطات لو خدتها ان شاء الله ان شاء الله hoping for no effect. طيب لو انا متاكد ان العوامل دي ليها effect، خلاص انا هعمل حاجه اسمها analysis of confounders، يعني احتمال يكون في some sort of اكسبوجر او سم سورت اوف كونفيوجن كده بين الايدج والسكس والاذر فاكتورز والاذر كوموربيديتيز. تمام؟ مع البلوك كوليسترول على الاكوزيشن اوف كورونري هارت ديزيز. يبقى اذا انا في الاول وفي الاخر لما باجي اتعامل ما بتعامل مع عيان، مش بتعامل مع اكسبوجر واوت. تمام؟ عشان دي برضو تبقى واضحه في ذهننا. طيب قصة الماتشنج بتقلل الإفكت بتاع الأذر إكسبوجرز دي، لكن لا تضمن حتما إنها ما يكونش ليها تأثير. لذلك المالتي فاريبل أناليسيس مهم جدا. تمام؟ طيب يعني إحنا هنقول الكونفاوندر، يعني مش هنقوله بالتفصيل، هو الكونفاوندر ده فاريبل أسوشيتد مع الإكسبوجر ومع الأوتكم. تمام؟ وفي نفس سكة الباث واي بين الإكسبوجر والأوتكم. تمام؟ بس مش هو دي قصتنا النهارده، الكونفاوندرز هنبقى نقولها في مره لوحدها. طيب احنا ساعتها احنا سالنا نفسنا سؤال لو نفتكر، هل طبعا الاول خالص ان الانفستيجيتور او الريسيرشر هو خلاص حدد مين الاكسبوجر ومين الاوت. تمام؟ طيب هنسال نفسنا سؤال، هو الانفستيجيتور او الريسيرشر هو اللي بيأساين الاكسبوجر ولا لا؟ لو هو اللي بيأساين الاكسبوجر هنمشي في سكه، ولو مش هو اللي بيأساين الاكسبوجر هنمشي في سكه ثانيه. تمام؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نمشي في سكه اللي هي الثانيه، هنخبي شمال الشاشه وهنمشي على يمين الشاشه. تمام؟ مش الانفستيجيتور هو اللي بيأساين الاكسبوجر، مش هو اللي بيحط الاكسبوجر. تمام؟ هو مجرد ما هو الا اوبزرفر بيلاحظ تاثير حاجات على حاجات. تمام؟ بيلاحظ تاثير اكسبوجر على اوت. خلاص؟ يبقى هو ماسك ورقه وقلم وبيبص كده يشوف ان العيان ده اتعرض لاكسبوجر، سواء كان الاكسبوجر ده في بشر اخر هو اللي عمله زي عمليه زي دواء او وصفه. تمام؟ او كان العيان ناتشرالي هو بيبقى اكسبوز للايه؟ للاكسبوجر ده. تمام؟ فاحنا عندنا لو الجناح اللي هو على يمنا لو مش الانفستيجيتور هو اللي بيأساين الاكسبوجر، ومجرد ما هو بيأوبزرف بس الافكت اوف اكسبوجر على اوتكم، يبقى انا ماشي في سكه الاوبزرفيشنال ستادز. الاوبزرفيشنال ستادز دي هل في كومباريتيف جروب، يعني في كومباريزون هعمل كومباريزون، ولا انا هقيس الاكسبوجر والاوتكم ات وان بوينت اوف تايم وذ نو اكسبوجر سوري وذ نو كومباريتيف جروب. تمام؟ طيب لو انا عندي كومباريزون او عندي كومباريتيف جروب، تمام، يبقى انا ماشي في سكه الاناليتيكال اكتر. خلاص؟ طيب هبدا باوتكم ولا هبدا باكسبوجر، ده هيحدد لي بقى، هو اللي هيحدد اذا كنت انا ماشي في سكه كوهورت ستادي او كيس كنترول ستادي. لو انا هبدا باكسبوجر ومنتظر الاوتكم يحصل، مش اوتكم واحد، احتمال يكونوا كذا اوتكم. تمام؟ يبقى انا ماشي في سكه الايه؟ ماشي في سكه الكوهورت ستادي. لو انا بقى بدات باوتكم وبدور على ريتروسبكتيف اكسبوجر، خلاص، عشان كده بنقول ان الكيس كنترول ستادي دي ريتروسبكتيف ان نيتشر. يعني ايه ريتروسبكتيف ان نيتشر؟ يعني مفيش حاجه اسمها بروسبكتيف كيس كنترول ستادي. ليه؟ عشان انا اوريدي اصلا بادئ باوتكم ونون اوتكم وببتدي ابحث فيهم على اكسبوجر باست اكسبوجر. تمام؟ وفي نفس الوقت الكيس كنترول ستادي برضو مش سترونجلي ايفيدنت، يعني تمام،
الكوهورت في الايفيدنس اعلى منهم، وهنشوف الكلام ده في هرم الايفيدنس اللي احنا هنقوله دلوقتي، تمام؟ طيب لو انا بقى كديسكريبتيف بس، ومجرد ما انا هقيس الاكسبوجر والاوتكم ات ذا سيم بوينت اوف تايم، يبقى انا ايه؟ كروس سيكشنال ستادي. طب هل الكروس سيكشنال ستادي فيري كرود للدرجه ان هي بس تقول لي ان الاكسبوجر البريفلنس بتاعه كذا والاوتكم البريفلنس بتاعه كذا ات ذا سيم بوينت اوف تايم؟ لا، الكروس سيكشنال ستادي ليها سترينث بوينت مهمه جدا، انها تقدر سجست ريسك فاكتورز. ازاي هتسجست ريسك فاكتور؟ عن طريق انها تقسم لي الجروب الواحد بتاعي ده بالبريفلنس او بالاوت كوم والنو اوت كوم، او بالاكسبوجر والنو اكسبوجر الى تو جروبس. تقدر تقول لي بوزيتيف كذا نيجاتيف كذا. يعني مثلا انا هشوف هجيب مجموعه من البشر population عاديين خالص، واشوف فيهم الاوبيزيتي مثلا مع الكونسومشن اوف مغنيسيوم مثلا. هنفترض ده سؤال جدلي، خلاص بياخدوا راس مغنيسيوم ولا ما بياخدوش مثلا، او بياخدوا راس مالتي فيتامينز او ما بياخدوش. فانا عايز بس مجرد ان انا ما هقيس الاكسبوجر والاوت كوم ات ذا سيم بوينت اوف تايم، فهجيب ناس كتير، مش شرط يكونوا اوبيز، تمام؟ وبعدين اشوف فيهم كلهم، اقيس البودي ماس اندكس فيهم كلهم، واسالهم كلهم انتوا بتاخدوا اقراص فيها مغنيسيوم، او بتاخدوا اقراص مالتي فيتامين، او بتاخدوا مكملات غذائيه ولا لا، تمام؟ يبقى اذا انا قست الاثنين دول ات ذا سيم بوينت اوف تايم، منها عرفت البريفلنس اوف اوبيزيتي في العينه بتاعتي، والمفروض ان العينه دي تكون ريبريزنتيف للانتاير بوبيوليشن اللي عايز اعمم عليه النتائج بتاعتي، هوبينج فور ريبريزنتيفنس، هوبينج فور جنراليزابيلتي، تمام؟ طيب لحد هنا احنا قسنا الكونسامشن، وقسنا ايه؟ وقسنا البادي ماس اندكس. الكروس سيكشنال ستادي هتقول لي ايه؟ هتقول لي انت عندك اللي اكتر من 25 بادي ماس اندكس ده اوبيز، واللي اقل منه نون اوبيز، تمام؟ وهتقول لي كام واحد فيهم بيكونسيوم مالتي فيتامينز وكام واحد لا. يبقى اذا هي قدرت تقسم لي اهو، قدرت تقسم لي البشر بتوعي او البوبيوليشن بتوعي الى ايه؟ الى بوزيتيف اوت كوم ونيجاتيف اوت، بوزيتيف اكسبوجر ونيجاتيف اكسبوجر. بالمناسبه مين اللي بيقول ان المالتي فيتامينز ريسك فور اوبيزيتي او لا؟ هو انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض انا اكون الفكره جات لي، فانا هبتدي اقرا الليتريتشر زي برضو ما قلنا في المحاضرات السابقه، واشوف العلاقه بالظبط، ومن هنا هحط الريسيرش كويشن بتاعي، ومن هنا هحط الهايبوثيسيس بتاعتي، ان انا باسيوم ان الناس اللي بتاخد مالتي فيتامينز عرضه اكتر للايه؟ عرضه اكتر للاوبيزيتي، على اساس انها مثلا ابيتايزر، او ان هي بتفتح الشهيه، او كل الكلام ده هجيبه منين؟ من الليتريتش. لحظه واحده بس يا جماعه، بعتذر على المقاطعة. يبقى إذا الكروس سيكشنال ستادي هنستفيد إيه من هنا؟ إنها ينفع تكون ديسكريبتيف، وينفع تكون ديسكريبتيف أناليتيكال أو أناليتيكال في نفس الوقت، تمام؟ يبقى أنا عملت إيه دلوقتي؟
حولت الكروس سيكشنال ستادي الى من ديسكريبتيف اونلي ستادي الى اناليتيكال ستادي. تمام. طيب لو انا بقى الانفستيجيتور هو اللي بيأساين الاكسبوجر، تمام، ساعتها انا همشي في سكه انترفنشنال. خلاص انا دلوقتي اللي بعمل العمليه، انا اللي بدي العلاج، انا اللي بدي الهيلث اديوكيشنال بروجرام، انا اللي بعمل تكنيك عشان اغير اتيتيود توورد حاجه معينه. تمام. طيب يبقى انا كده ماشي في سكه الايه، ماشي في سكه الاكسبيرمنتال ديزاين. طيب في الاكسبيرمنتال ديزاين بقى هسال نفسي سؤال تاني، هل في راندوم اساينمنت؟ يعني انا دلوقتي عملت راندومايزيشن ولا لا؟ لو عملت راندومايزيشن نخلي بالنا ان انا طالما قلت هعمل راندوم اساينمنت يبقى بالتبعيه في تو جروبس خلاص، او اكتر من تو جروبس خلاص. يبقى لو انا مشيت في سكه ان انا هعمل راندوم اساينمنت يبقى بالتبعيه في مور ذان وان جروب خلاص، منهم جروب هيبقى كنترول. تمام. طيب لو انا بقى ماشي في سكه ان مفيش راندوم اساينمنت، هسال نفسي سؤال تاني، في كنترول جروب ولا لا؟ الله، هو ممكن يكون في كنترول جروب ومفيش راندومايزيشن؟ اه ممكن اكون حطيتهم على بري اكزيستنج انكلوجن كرايتيريا لكل مجموعه، يبقى انا في كنترول اوريدي بس مش راندوملي اساين. خلاص يبقى ماشي في سكه الكوازي اكسبيرمنتال ديزاين. ايه هي الكوازي اكسبيرمنتال ديزاين؟ هي شبيهه الاكسبيرمنتال ديزاين. تمام. طيب شبيهة الاكسبيرمنتال ليه؟ لان انا ما زال عندي كنترول جروب لكن غاب منها شرط الراندوم اساينمنت، زي ما قلنا قبل كده راندوم اساينمنت، راندوم كونسيلمنت، راندوم الوكيشن، كلهم نفس المعنى. تمام. طيب لو ما عنديش، خلي بالنا ان احنا الكوازي اكسبيرمنتال برضو ممكن يكون فيها مالتيبل ميجرز، مش بقيس بعد بس، ساعتها اقيس بري واعمل انترفنشن وبوست. تمام. وعلى تو جروبس برضو. تمام. لو ما فيش بقى كنترول جروب خلاص انا انترفنشن برضو بس ماشي في سكه النون اكسبيرمنتال ديزاين. بمعنى ايه؟ دكاتره العظام لما يجوا يجربوا عمليه جديده بيعملوا ايه؟ بياخدوا مجموعه من العيانين بكسر معين بكرايتيريا معينه ويدخلوه يعملوا له العمليه، هو ما قاس حاجه قبل، هو مجرد ما عمل الاكسبوجر وراح ايه قاس الافكت اوف اكسبوجر على اوت. هل دي نون انترفنشنال؟ لا هي انترفنشنال برضه، هي برضه ماشيه في سكه الانترفنشنال ديزاين. تمام. ولكن مش ترو اكسبيرمنتال ديزاين خلاص، وفي نفس الوقت مش كويزي اكسبيرمنتال ديزاين. ليه؟ عشان غاب منها شرط ايه؟ شرطين، شرط الكنترول ارم وشرط الراندومايزيشن. خلاص ادي هرم الايفيدنس زي ما قلنا، الحاجات البيزك والكيز ريبورت والكيس سيريز الكروس سيكشنال ستاديز وبعديهم الكيس كنترول وبعديهم الكورت والراندومايز كنترول ترايل وبعديهم السيستماتيك ريفيو واعلى منها الميتا اناليسيس. خلاص. طيب البوبيوليشن بتاعي باخدهم ازاي؟ البوبيوليشن بتاعتنا باخدهم من الريفرنس بوبيوليشن. تمام. الريفرنس بوبيوليشن دول اللي هم الانتاير بوبيوليشن اللي انا هاخد منه العينه بتاعتي. خلاص المفروض باخد منهم سامبل هوبينج برضو ان السامبل دي تكون ممثله للريفرنس بوبيوليشن، زي مثلا ايه؟ زي ما هجرب دواء جديد على عيانين الهايبرتنشن، الريفرنس بوبيوليشن بتاعي هيكونوا هم كل عيانين الهايبرتنشن، وبعدين هاخد منهم سامبل. السامبل دي بقى ممكن تكون كونفينينت سامبل، كونفينينت اللي هو دكتور الهايبرتنشن ياخدهم من عيادته، ممكن تكون ده طبعا كونفينينت لو هي نون بروبابيليستيك، لو بروبابيليستيك هتبقى قصه ثانيه. تمام. بس most of clinical studies بتبقى non-probabilistic أو non-population based studies. تمام. طيب خدت منهم السامبل، أصبح دلوقتي عندي حاجة اسمها الـ experimental population. في ناس منهم هتوافق إنها تخش معايا في الستادي، زي مثلا أنا بيجي لي في الشهر 1000 عيان هايبرتنشن، خلاص في ناس في ال 1000 دول ما هتوافقش فهطلعهم خلاص من الستادي، وفي ناس هتوافق. اللي هيوافق هقيس عليه الاكسكلوجن والانكلوجن كرايتيريا بتاعتي، في ناس هتطلع اليجيبل تخش معايا في الاستادي، وفي ناس هتبقى ان اليجيبل مش هتخش معايا في الاستادي. الاليجيبل دول هاخد منهم بطريقه ما الاستادي بوبيوليشن بتوعي، وهم دول اكون وصلت للايه؟ للاستادي بوبيوليشن. يبقى اذا لازم ابقى عارف من الاول خالص مين الريفرنس بوبيوليشن بتوعي اللي انا هاخد منهم. تمام. طيب
طيب نيجي بقى على الانترفنشنال او الاكسبيرمنتال ديزاين. لحد دلوقتي، لحد ما احنا واقفين كده، في حد عنده اي سؤال في اللي فات عشان الجزء بقى الجديد اللي هو هنبدأه دلوقتي؟ اللي عنده اي سؤال يعمل ان ميوت ويتفضل. طيب تمام. ايه هي بقى الاكسبيرمنتال ديزاين؟ دي ستراكتشرد، تمام، اورجنايزد ميثود عشان ايه؟ اديترماين هل في افكت لبروجرام او للتريتمنت او لاكسبوجر على اوت كم او اوت كمز. يعني ممكن الاكسبوجر الواحد يطلع لي كذا اوت، تمام. طيب في، يعني انا لو ليه حطيت الاكسبوجر ده بالذات وبدور على الاوت كوم ده بالذات؟ اكيد اكيد في انتنشن ان انا الاكسبوجر ده في هايبوثيسز بتقول انه ليه افكت على الاوت كوم بطريقه معينه. يبقى اذا الاكسبيرمنتال ديزاين لازم يكون فيه اكسبوجر وانا بدور للاكسبوجر ده على افكت، او افكت واحد او كذا افكت، تمام. ومن هنا احنا بنحدد هو انا عندي outcomes للاستادي، عندي primary outcome، تمام، واذر secondary outcomes، تمام. زي ايه؟ زي ما هجرب علاج للهايبرتنشن، البرايمري اوتكم بتاعي ان اشوفه بيقلل الضغط السيستول بالتحديد، تمام، بمقدار قد ايه او بنسبه قد ايه او بيقلله ولا مش بيقلله، على حسب هو انا تو سايدد ولا وان سايدد، انا ماشي في طريق ان انا مش عارف هو ليه افكت ولا لا، ولا انا مفترض ان الدواء ده لازم يقلل السيستول، تمام. فساعتها ده البرايمري اوتكم بتاعي. السكندري اوتكمز بتاعتي هو ممكن يكون ليه تاثير مثلا على الهارت ريت، ممكن يكون ليه تاثير، ليه سايد افكتس، بيعمل جاسترايتس، بيعمل ممكن يكون مثلا بيقلل البلود بريشر، او لدرجه انه ممكن يدخل العيان في مشاكل هايبوتنشن، انه يدخله في هايبوتنشن مثلا، هل في، وهكذا. يعني انا عندي سكندري اوتكمز المفروض ان انا بقيسها وانا ماشي، هل ليه تاثير على الكيدني فانكشن فانا وانا ماشي لازم اقيس الكريات كل شهر، هل ليه تاثير على الليفر فانكشن فانا وانا ماشي هقيس الليفر فانكشن كل شهر، وهكذا. يبقى السكندري اوتكمز مش معناها انها حاجه مش مهمه، هي معناها ان انا مش هو ده اللي انا عملت علشانه الاستادي، لكن ما اقدرش اهمله، لازم اتيكت ان ماي كونسيدريشن، تمام. ادي الديفينيشن اوف ايه اكسبيرمنتال ديزاين. في عندي حاجه اسمها equivalent groups و non-equivalent groups. يعني ايه equivalent groups؟ ال equivalent groups دي اللي هما الاثنين، او ال comparison، او ال control group وال treatment group، الاثنين لازم يكونوا equivalent لبعض، تمام؟ يبقى ال correlationship. حد يسأل حاجة؟ الإكويفالنت جروبس إمتى بحصل عليهم، أو إيه اللي بيخليني أحصل على اتنين إكويفالنت جروبس؟ أول حاجة، وهي اللي المفروض تكون قبل البوينت بتاع الراندم أساينمنت، البوينت الأولانية إن أنا أكون حاطط الإنكلوجن والإكسكلوجن كرايتيريا وأنا شغال، تكون يعني ما ينفعش واحد بس يخلف الإكسكلوجن كرايتيريا أو يخلف الإنكلوجن كرايتيريا. يبقى في الأول خالص يبقى في كومن بول اللي انا هاخد منهم الايه؟ العينه بتاعتي، خلاص. الحاجه الثانيه اللي بتحاول تضمن ان التو جروبس يكونوا ايكويفالنت، الراندوم اساينمنت، خلاص. يبقى الراندوم اساينمنت بيحاول يقول لي، او بيحاول يعمل لي الانتنشن اللي انا حاطه ان انا اطلع اتنين ايكويفالنت جروبس، خلاص. يبقى في الاول خالص ان انا احط انكلوجن واكسكلوجن كرايتيريا للكومن بول كلهم، تمام. والحاجه الثانيه الراندوم اساينمنت او الراندوم الوكيشن اللي انا عملته من الكومن بول، اغمض عيني احط العيان A او العيان B، سوري، احط العيان واحد او اتنين في جروب A او جروب B راندوملي،
وفي طرق كتير للراندومايزيشن بقى. في دلوقتي اسهل حاجه السوفت وير والراندوم جنريتور والراندومايزر ريسيرشر راندومايزر، وفي طرق كتيره جدا جدا موجوده نعمل بيها راندومايزيشن. تمام، خلوا بالنا ان احنا الاكسبيرمنتال ديزاين او الايكويفالنت جروب او في اسامبشن ان التو جروبس probabilistically equivalent، خلاص مش جارانتي، لكن احتماليه او فرضيه ان هم equivalent، ده اللي انا بعمل عشانه الراندومايزيشن. تمام، دي السلايد دي انا بكررها كتير لان احنا عايزين نطلع حافظينها. تمام، طيب الكويزي اكسبيرمنتال ديزاين بقى غاب منها شرط ايه زي ما قلنا من شويه؟ هي بالظبط في تو جروبس برضو، ولكن غاب منها شرط الراندومايزيشن. تمام، زي مثلا ما انا هقارن اتنين تكنيكس في كسر معين، بس واحد في الميد شافت مثلا تيبيا مثلا، واحد في اللور مثلا، خلاص فهنا الانكلوجن كرايتيريا مختلفه في الاثنين، هما الاثنين في التيبيا بس واحد في النص واحد تحت، او واحد في النص واحد فوق، واحد واخد التيبيا معاها الني جوينت وواحد واخد التيبيا من غير ني جوينت، واشوف العيانين بعد ما اعمل العمليه هيوصلوا كلهم يمشوا الحركه والرينج اوف موفمنت و الى اخره، وصلوا لنفس البوينت اللي انا عايزها ولا لا. هو ما فيش هنا راندوم اساينمنت، ليه؟ لان انا حطيت الجروب ده في العمليه دي او الجروب ده في العمليه دي بيزد على انكلوجن كرايتيريا مختلف. تمام، لكن العمليه دي ممكن تكون كومبلمنتري دي، وهقارن بيزد على ان الريسيرشر او الانفستيجيتور هو اللي هيعمل العمليتين. تمام، بس اللي واصله للني هتبقى فيها حته كومبلمنتري ودي مش فيها حته كومبلمنت. تمام، يبقى هنا اذا ايه اللي حصل؟ انا ما عنديش راندوم اساينمنت، بس الاثنين جروبس انا هعمل فيهم تقريبا نفس العمليه. تمام، او عمليتين متشابهتين. تمام، دي طبعا الكوازي اكسبيرمنتال ديزاين هي مش يعني مش وحشه، ولكن ليها سيتويشنز معينه وليها سترينث بوينتس وليها ويك بوينتس برضو، ودول هنقول. طيب الكويزي اكسبيرمنتال ديزاين اللي غاب منها شرط الراندومايزيشن او الراندوم اساينمنت بتتقسم لنوعين، نوع اسمه نون ايكويفالنت جروبس ونوع اسمه ريجريشن ديسكونتينيوتي ديزاين. خلاص، النون ايكويفالنت ديزاين ده هما الاثنين جروبس مختلفين اصلا، يعني مثلا اخد فصل اولى اول واولى تاني، هما اصلا مختلفين ومفيش راندومايزيشن هنا عشان انا خدتهم طبقا لايه؟ طبقا للفصل. تمام، الريجريشن ديسكونتينيوتي ديزاين لا، ده انا عندي كومن بول برضو، بس انا هعمل كات اوف، هعمل بري تيست، اللي هيجيب فوق 50% هحطه في الجروب ده، واللي هيجيب تحت 50% هحطه في الجروب ده. تمام، يبقى النون ايكويفالنت جروبس او النون ايكويفالنت جروبس ديزاين ده اكتر بيشتغل في السوشيال ريسيرش اكتر، ولكن لا يمنع ان احنا في حاجات كتير وبنشوفها الايام دي كلينيكال ستاديز عادي، وبتشتغل بالنون ايكويفالنت جروب ديزاين. الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها انا مش ما فيش حدود فاصله بين الاستاديز وبعضها، الفكره كلها ان الباحث يكون عارف راسه فين ورجله فين. انا واقف ابراي، راسي فوق ورجلي تحت، يعني ايه؟ يعني انا عارف ايه الاكسبوجر بتاعي، وعارف او حاطط الاوتكم اللي بدور عليه او مور ذان وان اوت. تمام، طيب عارف مين اللي هيأساين الاكسبوجر، عارف انا هشتغل على تو ديفرنت جروبس ولا تو جروبس ماتشد مع بعض، عارف ان انا هشتغل على هعمل راندوم اساينمنت ولا كل جروب حاطط له انكلوجن واكسكلوجن كرايتيريا معين. اذا مفيش حاجه اسمها ستادي ديزاين غلط، في ستادي ديزاين الايفيدنس بتاعها اقل من ستادي ديزاين، لكن بيحكمني ريسورسز، بيحكمني افيلابيليتي للاكسبرت اللي هيشتغل، بيحكمني كذا حاجه. تمام، يبقى اذا هي مش معنى ان هي مور فريكوينت في السوشيال ريسيرش انها مش بتستخدم في الكلينيكال ريسيرش، لا بالعكس تماما. تمام، زي المثال اللي قلنا عليه بتاع العظم من شويه. خلاص، طيب الكومباربل جروبس بقى زي ايه مثلا؟
زي هما نون ايكويفالنت خلاص، احنا غاب عننا شرط الايه الراندومايزيشن فاصبحوا نون ايكويفالنت. التو جروبس زي ايه؟ زي ما قلنا من شويه، هقارن مدرستين او هقارن فصلين او هقارن سنه اولى وسنه خمسه او اولى وسته او وات ايفر بقى. تمام. ريجريشن بقى ديسكونتينيو تو جروب، ده انا بعمل بري تيست وعلى اساسه بحط كات اوف، والكات اوف دي هي اللي بتقسم لي المجموعات الى مجموعه A ومجموعه B، اللي جاب اقل من 50% واللي جاب اكتر من 50%، اللي الرينج اوف موفمنت بتاعته هنا افكتد واللي الرينج اوف موفمنت بتاعته نوت افكتد، مع ان الاثنين عيانين. تمام. دي طريقه الريجريشن ديسكونتينيتي جروب اهو، ده الكات اوف، انا حطيت الكات اوف كده، واللي فوق الكات اوف كام في جروب، واللي تحت الكات اوف كام في جروب. تمام. طيب الكويزي اكسبيرمنتال ديزاين ايه اهميتها لما احنا بنقول ان هي اقل في الايفيدنس؟ ما زالت ليها اهميه، هي ممكن تطلع لي ريزلتس ستيل في كومباريزون. تمام. لما بيكون في ديفيكولت بري سيلكشن راندومايزيشن، تمام، للجروبس، يعني انا ما اعرفش اعمل راندومايزيشن للجروبس خلاص، ليه؟ عشان انا ممكن هنا اعمل اد اون لحاجه زياده، الناس اللي هم كانوا اقل من 50% ممكن اعمل اد اون، ممكن العيان اللي الرينج اوف موفمنت بتاعته افكتد في كسر معين، هما الاثنين اتكسروا بس واحد الرينج اوف موفمنت افكتد وواحد لا، ممكن اللي افكتد اضيف عليه حاجه زياده، فبيبقى صعب قوي ان انا اعمل راندومايز عشان في سبب معين. في حاجه في ميتنج عجبت السؤال. دكتورة آية عاملة ميوت، اتفضلي دكتورة آية. طيب نرجع. طيب الكوازي اكسبيرمنتال ديزاين برضو بتبقى كويسة لما بيكون في عندي limited resources، وساعات ما اقدرش ان انا يعني اعمل randomization واعمل واخد وقت بقى واحط دول هنا ودول هنا، ساعات بتبقى برضو ال quasi experimental design دي ايه مفيد. خلاص. طيب ال weak points بقى ساعات يعني برضو انا ممكن ما اقدرش احكم على التريتمنت بتاعي او الانترفينشن بتاعي، لو انا حطيت مثلا زي ما قلنا ان احنا بنقسمهم من الاول، هم متقسمين اصلا، ان انا قلت ايه مثلا فصل اولى اول وفصل اولى تاني، معروف ان فصل اولى اول ده بيبقى المتفوقين على طول، وفصل اولى تاني ده بيبقى اللي هم اقل. تمام. في فاكتورز تمام هتاثر على النتائج، ان اللي في اولى اول دول هم اوريدي كويسين، واللي في اولى تانية دول مستواهم اقل، فهل معنى ان هما الاثنين بعد الانترفينشن ما كانش فيه فرق سيجنيفيكانت بينهم ان الانترفينشن او البروجرام بتاعي وحش؟ لا، مش معناه كده. عشان كده لازم اعمل statistical test ديب شويه عشان اشوف الافكت بتاع الانترفينشن بتاعي. يبقى انا ممكن اعالج الويكنس بتاع الكويزي اكسبيرمنتال ديزاين بصم statistical tests كده تعالج البري اكزيستنج فاكتورز اللي الراندومايزيشن ما قدرش يعالجها، او غياب الراندومايزيشن بالمعنى الاصح، غياب الراندومايزيشن ما قدرش يعالجها. تمام. يبقى دي الويك بوينتس بتاعه الكوازي اكسبيرمنتال ديزاين. تمام. طيب في عندي السنجل سبجكت ديزاين اللي احنا قلنا عليه من شويه، انه عيان اتكسر دخل عمل عمليه، بشوف الافكت بتاع العمليه على ان تيرم اوف ريستوريشن رينج اوف موفمنت، او الانترا اوبراتيف تايم، الانترا اوبراتيف بليدنج، وهكذا. خلاص. رغم انه في كنترول، يعني العمليه دي في نوع تاني منها بيتعمل كونفنشنال، بس هم مش عايزين يعملوا بقى كونفنشنال، هم عايزين بس يقيسوا يشوفوا تاثير العمليه دي، وبعد كده يبقى يعمل مور ديب او مور يعني اكستنسيف ستادي يكمل بيها الايه، يكمل بيها الاستادي الاولانيه. تمام. طبعا دي برضو نخلينا برضو يعني اقرب للواقع، ان السنجل سبجكت ديزاين غالبا برضو بتبقى ماشيه اكتر في السوشيال، في السوشيال ريسيرشز اكتر. تمام. في عندي منها حاجه اسمها اي بي ديزاين، اللي هو سمبل سنجل سبجكت، خلاص انا
عملت حاجه ومستني الايفكت بتاعه. في حاجه اسمها الاي بي اي اللي هو انا عكست بقى، عندي مجموعه طبقت عليهم وبعدين شلت التطبيق تاني خلاص. وفي اي بي اي بي ده اللي هو ايه، بعد ما طبقت الانترفنشن الاول، الانترفنشن مش موجود، طبقت الانترفنشن، شلت الانترفنشن، رجعت طبقته تاني خلاص. ده شبه الاي بي اي بي، شبه شويه الكروس اوفر ديزاين. تمام. طيب الديبيت المشهور اللي دايما يعني بننتقد نفسنا وننتقد الابحاث دي، الترو اكسبيرمنتس او الكوازي اكسبيرمنتال ديزاين، هل هم افضل ولا مش افضل؟ في الحقيقه انه ما اقدرش اقول مين افضل. ليه؟ زي ما قلنا من شويه، مفيش حد فاصل بين الاستاذز وبعضها، وبناء عليه المفروض الباحث يكون عارف هو عمل ايه. طب الديبيت ده هنشيله ازاي؟ ان انا اختار الابروبريت ديزاين للابروبريت اكسبوجر للابروبريت اوتكم او اوتكمز، تمام، واكتبه بالطريقه الابروبريت اللي توصل بيه المعلومه. يعني ما بقاش انا عامل كوهورت ستادي وواخد عيانين مش انا اللي اشتغلت الاكسبوجر بتاعهم، وانا ان انا مجرد بس ما انا بتابع الافكت بتاع تريتمنت او بتاع عمليه، وباخد كنترول ارم مثلا ما عندوش الاكسبوجر ده، وبقارن تاثير العمليه كومبيرد بالكنترول اللي ما عملوش عمليه، وابقى انا كده كاتب، وابقى انا كده المفروض عامل كوهورت ستادي، وارجع اقول انا عامل بتاع ده كلينيكال ترايل. لا، ما اقدرش اعمل كده. بي اونست، قول احنا عملنا كذا واحنا عملنا كذا، ونكتب في الويك بوينتس بتاعتنا او في الويكنس اوف ستادي ان احنا كان المفروض الاعلى في الايفيدنس هو كذا، بس احنا ما عملناهوش لان في اكسبرت معين هو اللي بيعمل العمليه دي، وهو كان جاي لنا وهو عمل العمليات دي ومشي، واحنا تابعنا الاوتكم بتاعه بس. يبقى انا ما عنديش حد فاصل، ما عنديش صح وما عنديش غلط، المهم انا ابقى عارف انا بادئ بايه منتهي بايه، عارف الويك بوينتس اللي عندي في الاستادي، واكتبها في الليميتيشنز اوف الاستادي. تمام. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ لانه ساعات الترو اكسبيرمنتال ديزاين ساعات تبقى صعبه جدا، ساعات تبقى صعبه في وجود انه مجتمع فيه كوموربيديتيز كتير، في وجود انه مجتمع ما عندوش ريسورسز كتير، في وجود كذا عامل، ما ينفعش ان انا اقول ان ترو اكسبيرمنتال ديزاين افضل حاجه وما ادناها هو اوحش حاجه، لا ما ينفعش اقول كده. تمام. طيب الكلينيكال ترايل بقى دي مراحل دراج ديفلوبمنت اللي كلنا عارفينها، احنا اهم حاجه عندنا هم الفيزز بتاعه الكلينيكال ترايل، من فيز 1 الى فيز 4. كل اللي فات ده احنا كفيزيشن او ككلينيشنز مش بنشتغل عليه، احنا بنشتغل على دول. تمام. فيز 1 خلي بالنا بقى من الكلام ده، عشان لما نيجي نكتب نوع ستادي نبقى عارفين احنا بنكتب انهي فيز. تمام. وساعات الفيزز دي ما بيبقى فيها سب فيزز برضو، A و B وهكذا. تمام. طيب فيز 1 اللي هو انا هشتغل الدراج او الاليمنت او الاكسبوجر ده على نورمال فولنتيرز، وفي نفس الوقت يكونوا عددهم قليل. تمام. يعني دواء جديد، ده طبعا ده كل ده ما قبل الماركتنج، كل ده ما قبل ايه الماركتنج، عندي نورمال فولنتيرز عددهم صغير، هجرب عليهم الدراج عشان اشوف هو سيف ولا لا، لحسن يكون في سام سورت اوف توكسيستي. تمام. طيب فيز 2 اجيب ده بيشنتس عددهم برضو صغير، تمام، واشوف هل البايو افيلابيليتي بتاعته في الايه، في جسم العيان ده. تمام. ما بقاش عندي نورمال خلاص، انا جبت عيان عشان اشوف الدراج ده افكتيف ولا لا. خلاص. خلوا بالكم ان فيز 1 وفيز 2 دي مجموعة واحدة. حد يقول لي نوع الفيز 1 والفيز 2 نوعهم ايه من الانواع الاستادز اللي احنا قلناها؟ انا عايزة حد يجاوب عليا، عايزة حد يجاوب لو سمحت. فيز 1 وفيز 2 جربت على مجموعة واحدة وعملت انترفنشن، يبقى انا ماشي في سكة ايه؟ حد يجاوب؟ غلط. حد يجاوب غلط عادي، مش مشكلة. طيب نكمل. في 3 هشتغل على مجموعة أكبر من العيانين عشان يطلع لي أرقام.
تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هنا ما بقتش شغال في اللاب، انا ما بقتش شغال في المعمل وبس، لا انا بقيت شغال في المعمل وبكتب نتائج عشان اطلع منها ارقام، تمام؟ لان الارقام هي اللي هتخليني اقول في فرق سيجنيفيكانت ولا لا، في والله الانسيدنس بتاع السايد افكت ده كان نسبته كام في المية، طب هل في كوست بينيفيت، يعني انا دلوقتي العيان هيباي سايد افكت، هيدفع سايد افكت من جيبه او من صحته في مقابل ان هو ياخد فايدة عظيمة، فهو والله احتمال ان مثلا واحد من 100% يجي له صداع، فده ريزنبل للريسك، تمام؟ الافكت بتاع الدراج ده ريزنبل للريسك بتاع الصداع ولا لا؟ الفيس دي بتطلع من فيس 3، او الكلام ده بيطلع من فيس 3. فيس 4 بقى بيشتغل على الكوميونتي بوست ماركتنج، خلاص هو طلع بس بيشتغل على ايه؟ مجموعة كبيرة من البشر. ليه مجموعة كبيرة من البشر؟ عشان لما تفتح البامفلت بتاع العلاج وتلاقي ايه؟ مثلا نسبة حدوث الصداع في الدواء واي 1 في المليون، 1 في المليون مستحيل تيجي من فيس 3، دي لازم تيجي بوست ماركتنج، خلاص؟ يقول لك ايه؟ في كل 10 مليون هياخدوا الدراج في واحد هيجي له كونستبيشن، ده جه منين؟ جه من فيس 4 بوست ماركتنج، تمام؟ الميوت مش بيتشال، لا انا عامله ان الناس تعمل ان ميوت لنفسها، بس انا حاضر هشوفه، حاضر. طيب انا كده شلته، اللي عايز يجاوب بقى اتفضل. اتفضل حضرتك، سالي تاني يا دكتور، سالي تاني. خلاص شلته، دكتوره هبه ودكتور احمد يوسف، اتفضل. لا السؤال بقى، لو حضرتك حابه تسالي عن، يعني حضرتك السؤال هيكون ايه يعني؟ انا كنت بسال فيز 1 وفيز 2 دول انهي نوع من انواع الانترفنشنال ديزاينز اللي احنا قلنا عليهم من شويه؟ حضرتك كنت قلتي لو عملناهم على مجموعه واحده بدون كنترول، تمام مظبوط كده؟ ايوه بالظبط، برافو. بصي يعني يا دكتوره انا عايزاكي تمشي، بصي استني استني بقى، عايزاكي تمشي، تمام. عايزاكي تمشي بالترتيب المنطقي اللي احنا قلنا عليه. نفسنا كام سؤال؟ ايه اول حاجه ضد ذا انفستيجيتور اساينز اكسبوجر اور نوت؟ ماشي، مين بقى اللي بيأساين هنا الاكسبوجر؟ انا اعتبر ان احنا اللي بنعمل الترايل، فاحنا اللي بنأساين الاكسبوجر، تمام كده اكسبيريمنتال انترفنشن، تمام. هنشوف بقى بعد كده هل في الشروط بتاعت الار سي تي، هل في راندمايزيشن ولا ما فيش. صح، لو في يبقى ار سي تي، ما فيش يبقى كويزي اكسبيريمنتال، فهنا ما فيش يبقى كويزي اكسبيريمنتال. يعني ما فيش راندمايزيشن، وكمان انت نسيتي حته، ما فيش كنترول جروب، مش كنترول، ما فيش كنترول بالظبط. يبقى احنا هنا شغالين ايه؟ وان ارم ستادي، اللي هي الانترفنشنال نون اكسبيريمنتال جروب ديزاين، اللي هو وان جروب، خلاص. طيب الدكتور محمد يوسف كان هيسأل حاجه او هيقول حاجه. يا دكتور شكرا، شكرا جزيلا، تمام. حد هيسأل اي سؤال؟ احنا قربنا نخلص وهنفتح الاسئله براحتنا، لان الجزء بتاع الاستادي ديزاين ده بيبقى فيه كميه اسئله كتيره جدا، وكلها بتبقى مفيده لان كله بيعدي على دماغنا كذا مره، تمام. طيب الكلينيكال ترايل ستادي ديزاين، احنا بقى هنلخص اللي احنا قلناه، في ان كنترولد زي ما قلنا وفي كنترولد، تمام. الكنترولد يا جماعه، كنترولد يعني ايه؟ يعني في كنترول ارم، خلاص، في كنترول ارم. خلي بالنا ان الكيس كنترول ستادي ملهاش اي علاقه بالكنترول اللي في الراندومايزد كنترولد ترايل، عشان ما نتلخبطش لو سمحتوا. الكلام ده احنا قلناه في اول محاضره، كلمه كنترول معناها انه هو بس فري اوف ديزيز، لا، كنترول تنفع في الكنترول ارم بتاع الكلينيكال ترايل اللي العيان مازال عيان برضو، بس هياخد تراديشنال تريتمنت او كونفنشنال تريتمنت، خلاص ما نلخبطش، تمام. طيب اول نوع اللي هو الان كنترولد اللي احنا قلنا عليه انه ما بيبقاش فيه كنترول ارم، بعمل انترفنشن على وان جروب، خلاص. في كنترولد بقى، ليه الكروس اوفر ديزاين بيقولوا عليه كنترول؟ عشان هم بيعتبروا اولا الكروس اوفر ديزاين، يعني ايه كروس اوفر ديزاين؟
اديت التريتمنت وبعدين ادي فتره يحصل فيها واش اوت خلاص، وبعدين احول التريتمنت اللي اديته الاولاني ده كان ايه، حصل الواش اوت وبعدين اديت العيان بي دروب بي خلاص وبعدين عكست تمام. الورك اوت في الكروس اوفر ديزاين يا جماعه اميز حاجه فيه انه هو طبعا مش ابليكابل في كل الحالات، تخلي بالنا عشان فتره الواش اوت بتاع التريتمنت ده في حاجات ما ينفعش فيها. ليه؟ عشان في امراض مميته ما ينفعش اوش اوت الدراج وموت العيان تمام، فده مش بينفع في كل الحالات خلاص. البيفور هنا بيعتبر، البيفور بيعتبر الكنترول بتاع نفسه، يعني اميز حاجه فيها ان العيان كنترول لنفسه. يبقى الاذر فاكتورز اللي احنا قلنا عليها في الاول اللي هم قلنا عليهم الايج والسكس ومش عارف ايه، خلاص انا دول استبعدت الكونفاوندرز دي لان اصبح العيان كنترول لنفسه، فدي حلوه قوي في بعض الحالات خلي بالنا تمام. نان راندومايز اللي هي الكوازي اكسبيرمنتال اللي قلنا عليها، والراندومايز هي اعلى حاجه في هرم الانديفيدوالايزد ستاديز تمام. طيب الكلام ده يا دكتور، في دكتور بيشطب على الشاشه، ارجوك لو سمحت ما تشطبش على الشاشه. النون راندومايزد تراي يا دكتور محمد لو سمحت، النون راندومايزد يا جماعه احنا قلناها قبل كده تمام. النون راندومايزد اللي هي كانت ايه، حد يقول لي بقى النون راندومايزد ترايلز اللي هي كانت ايه، او امتى بنستخدمها؟ امتى بنستخدم النون راندومايزد ترايلز؟ امتى بنستخدم النون راندومايزد ترايلز؟ يا جماعه حد يقول امتى بنستخدم الراندومايز النون راندومايزد ترايلز؟ مش احنا قلنا في الحاجات اللي لسه بنستخدمها جديد بنستخدم نون راندومايزد ترايلز اللي هي 1 ارم اللي هي بتبقى 1 جروب تمام، وساعات بنستخدم 2 جروبس بس نون راندوم زي الكوادي اللي احنا قلنا عليها خلاص. طيب الراندومايزد كنترولد ترايل دكتور استوب شير ورجع يعمل شير تاني بعدين، انا مش عارفه مين اللي عمل كده بصراحه، ما مش عارفين عايزين نمسكه بس مش عارفين حاجه مشكله. طيب ايه الادفانتجز بتاعه الراندومايزد كنترولد ترايل؟ حد يقول لي بقى، مش احنا قلنا الراندومايزد كنترولد ترايل فيها ان احنا عملنا راندومايزيشن عشان نطلع اكويفالنت جروبس او probabilistic، الاصح بقى probabilistic equivalent groups تمام. دي اول حاجه خلاص. تاني حاجه ان انا خلوا بالنا، نخلي بالنا ان الراندومايزيشن ده يا جماعه بيعمل لي حاجه كويسه جدا، انه لو في كونفاوندرز او اذر فاكتورز ممكن تاثر على الاوتكم بتاعي لما اعمل راندومايزيشن، فانا هوبينج ان التو جروبس يطلع ما فيش فرق سيجنيفيكانت بينهم في البيز لاين كاركترستكس. يبقى اذا اكتر او الاوت كوم اللي هيحصل موستلي هيكون سببه ايه؟ ها هيكون سببه ايه؟ الانترفينشن صح. يبقى هوبينج انه في ايه، انه الافكت اللي طلع او الاوت كوم اللي طلع ده سببه ايه؟ سببه الانترفينشن. اذا كوزا ريليشن شيب موستلي بتبقى حقيقيه خلاص. طبعا ده بيطلع لي برضو ايه statistical tests، الاستاتستيكال تيست تكون valid خلاص. يبقى الراندومايزيشن ده مهم في ال production of probabilistic equivalent groups
نفس الوقت بيأشور الكوزال ريليشن شيب بتوين ان اكسبوجر اند اوت كوم. طيب الراندومايزيشن برضو بيطلع لي valid statistical test. خلاص دكتور بعد اذن حضرتك انا كده خلصت. و يو ار ويلكم بقى ان اي حد يسالني اي سؤال ويجيب لنا كده اتنين واحد وان اكسبوجر وان اوت كوم ما لهمش اي علاقه ببعض او يعني هايبوثيسس كده من العالم الافتراضي واحنا نعمل ستادي ديزاين تنفع للحاجه دي. بس اللي هيقول لنا الاكسبوجر والاوت كوم يقول لنا عنده الراريتي بتاع الديزيز عامله ازاي ويقول لنا الافيلابيلتي بتاع ريسورسز هيومن ونون هيومن عشان نبتدي نختار نوع الاستادي المظبوط وكل حد فيكم هيجاوب. اتفضلي دكتوره. اتفضلي. لا انا كان ليا سؤال يا دكتور عند اخر نقطه حضرتك قلتيها فضل. اللي هو السترينث بوينت. دكتوره عرفينا عرفينا بنفسك لو سمحتي الاول. انا دكتوره فاطمه الجزار استاذ كليه طب دمنط. اهلا وسهلا حضرتك. أنا حضرتك قلتي الراندوميزيشن هيديني valid statistical test. هل المقصود valid statistical test or valid causal relationship؟ هو يعني هل ال validity of the statistical test معتمد على randomization؟ مش بس مش معتمد على randomization بس. أنا عايز أقول كده يعني هو بالزبط. هو valid. لا ما إحنا كنا بنقول في الأول إيه hoping. لو حضرتك تلاحظي إن إحنا كنا بنقول إيه hoping إن يطلع هو ده التأثير. لذلك المصدر مهم. ما ينفعش ان يعني انا فاهمه ان انا بعمل راندومايزيشن. خلي بال حضرتك في حاجه مهمه جدا بقى انه يبقى كومبارات يعني البيز لاين كاركترستكس تكون ماتشد خلاص وما سيجنيفيكانت بين المجموعتين. بس لو حضرتك عملتي مالتي فاريبل اناليسيس بين الاوت كوم احنا دلوقتي في الاول احنا بنقارن المجموعتين عشان نطلع ان مفيش فرق بينهم. تمام. بس انا هقفل التسجيل عشان ما نطولش بالمحاضره.